سعدت أمس بحصول على جائزة الشباب للكتاب المغربي اللي كتنظمها شبكة القراءة بالمغرب، وهي شبكة يعني تشتغل بجد منذ أكثر من 10 سنوات على يعني إيصال الكتاب للقارئ، خصوصا القارئ الشاب. وإذا أمس يعني أعلنت عن نتائج ديال الجائزة، وأسعدت لأن روايتي الأخيرة رواية عمر الغريب الصادرة عن المركز الثقافي للكتاب هي اللي حصلت، مع أن يعني المسابقة كانت تضم العديد من الروايات المهمة والكتب يعني المغربية. فأنا يعني سعيدة لأن الجائزة أولا تأتي من الشباب، وليس أي شباب، شباب قارئ، شباب من نوادي القراءة في مختلف الجامعات المغربية. سعيدة أيضا بهذه المبادرة اللي تصر شبكة القراءة في المغرب على تنظيمها في كل سنة، وهي محفزة يعني للمزيد من الاشتغال ومزيد من الإيمان بهذا الشباب المغربي اللي في الحقيقة يحدث أن لا ننصفه أو نظلمه بأن ندعي أنه لا يقرأ أو أنه لا يهتم بالكتاب. وبالتالي أتمنى يعني لهم الاستمرارية، وشكرا لكل من قرأ ورشح هذا الرواية. رواية عمر الغريب هي رواية حاولت من خلالها يعني من خلال حدوتة الطبيب سيكتشف نفسه ميتا يعني ميتا مقتول، وسيحاول أن يكتشف هوية قاتله على يعني خلال الرواية. هي طبعا ليست رواية بوليسية، القتل هنا قتل بمفهومه يعني المجازي، لأنه طفل متخلى عنه، طفل لم يكن له حظ من العديد من القيم اللي المفروض تكون هي اللي تؤطرنا في واحد المرحلة سنية معينة. بالتالي كان ضحية تلك الطفولة اللي كانت قاسية وعاش فيها واحد معاناة مختلفة، رغم أنه حقق بعد ذلك العديد من النجاحات على المستوى الاجتماعي على المستوى المادي، لكن ذلك الشرخ ديال الطفولة ظل يلازمه. بالتالي سيدمر حياته بشكل أو بآخر. يعني هذا بشكل عام هو موضوع الرواية، ولكنها تحمل أيضا العديد من القضايا الاجتماعية التي أؤمن أنا بأنها يعني اللي تشغلني ككاتبة وتشغل ربما واحد شريحة كبيرة من القراء. سيدي سلمى، شكرا جزيلا وهنيئا لك. بارك الله فيك.